قال عنا الاكسرسايز اللي كانت معطيك اياه اللي كالكوليت ذا نمبر اوف كارب اوك دي كاربون نمبر اوف اتومز اوف كاربون، يعني اكس اوف كاربون اكس اوف اكسجين اكس اوف هيدروجين ان 7.6 جرامز اوف C3H6O2. هلا نحن شو معناتها هاي؟ انا بكون معطيكم given مولر ماس كربون equal 12، مولر ماس هيدروجين equal 1، مولر ماس اكسجين equal 16. اول شيء number of carbon hydrogen oxygen atom 1 موجودين بهاي. هو atom related to molecule. اول شيء طلع number of molecule in 7.6 gram. capital M لمين؟ لC3H6O2 is equal. عندنا 3M of carbon plus 6M of oxygen plus 2m of O. هيدي اخذناها كثير is equal 3 times 12 plus هون 6m of H 6 times 1 plus 2 times 16 equal 36 plus 6 plus 34 equal 74 gram mole minus 1. هلا شو بطلع؟ number of molecule number of molecules of C3H6O2. بقول M X over NA is equal M to M. Now X to be calculated. NA given على طول 6 times 10 to power 23 is equal to the M 7.6 over 74. هلا cross multiplication X is equal 6 10 to power 23 times 7.6 over 74 equal to the بالكالكوليتر بنطلعها 6 times 7.6 divide 74 equal 0.6 equal 0.616 10 to power 23 molecules. هلا شو اللي عندي انا؟ لازم طلع number of atoms. شو بقول؟ عندي one molecule C3H6O2. شو فيها؟ 3 carbon atoms. طب إذا كان عندي 0.616 10 to power 23 molecules شو فيها؟ X of carbon قاعدة ثلاثية cross multiplication X equal 0.616 times 10 to power 23 times 3 equal 3 molecules. كمان شو بقول هلا؟ شو بقول؟ على نفس الطريقة 1 molecule شو فيها؟
شو فيها؟ كمان one molecule فيها ده 3 هيدروجين، فيها 6 هيدروجين اتوم. طب اذا كان هاي شو فيها اكس اتش على القاعده الثلاثيه كلها، كمان كروس مالتيبليكيشن اكس اتش ايكوال قد ايه؟ 6 0.616 10 to power 23 times 6 equal 10 to power 23 atoms. هيدي atoms of carbon. على نفس الشيء one molecule شو فيها؟ two atoms of oxygen. هلا شو عندي؟ هيدي فيها اكس للاو، على نفس الشيء كمان قاعدة ثلاثية، الاكس للاو ايكوال قد ايه؟ 0.616 10 to power 23 times 2 ايكوال قد ايه؟ نضربها 2 atoms of O of H. هيدا هو السؤال اللي كنت بعت لكم اياه. هلا شو بعمل؟ نحل السؤال نمبر اللي تكون اياه. نمبر 8. نيجي هلا لنمبر 8. عندي اكسرسايز 8. The molecular formula of an alkane is CxH2x plus 2. Express the molar mass of A. in terms of x. هلا بدو مولر ماس بارت A. عندي CX H 2X plus 2. لك إذا كان عندي example، إذا عندي C3H8 شو بيساوي capital M؟ مش 3 times M of C plus 8 times M of H. على نفس الطريقة مثل هاي capital M is equal X times M of C plus، أنا عندي هيدا العدد 2X plus 2 هو number of hydrogen atom. شو بسوي؟ 2X plus 2 M of H. هلا شو بعمل؟ حط كل شيء بقيمته ايكوال 12 تايمز اكس. ليه؟ انا بعرف الام للسي، ده الام للسي اخذها 12 بلس 2 اكس بلس 2 تايمز 1 لاش 1 ام اتش 1، صار بيساوي 12 اكس بلس فإذا اللي عندي يا صارت
هاي اللي موليكولار ماس، مش هيك؟ هي اوكي هون بلس 2x بلس 2 ايكوال 14x بلس 2 جرام بير مول. بارت بي قايل لي اذا كان البرسنتج اد اكسبرس ذا برسنتج باي ماس اوف كربون، شو بيساوي؟ مش ام كربون اوفر ام توتال تايمز 100. بهاي شو معناتها؟ بالسي اكس اتش 2 اكس بلس 2، بالسي اكس اتش 2 اكس بلس 2 شو عندي انا؟ انا عندي برسنتج كربون، شو بيساوي برسنتج كربون؟ ايكوال ام اوف كربون. انا بس احكي هون بيحكي وين هلا؟ بيحكي كماس كربون هون. ايكوال انا عندي اكس تايمز ام كربون على قديه توتال ماس على كابيتال ام تايمز 100 ايكوال 12 اكس تايمز 100 اوفر 14 اكس بلس 2. اهي نفس الطريقه، اذا قايل لي برسنتج هيدروجين شو بيساوي؟ ام هيدروجين اوفر ام توتال تايمز 100. قد ايه بيساوي ام هيدروجين؟ هيها هيها 2x بلس 2 تايمز 1، ليش 1؟ ماس هيدروجين اوفر 14x بلس 2. هذا قلنا للهيدروجين. بس هون بارت سي قايل لي برسنتج كربون ايكوال قد ايه؟ 83.3. ديتيرمن ذا موليكولار فورمولا. لاحظ قايل لي بارت سي برسنتج كربون ايكوال قد ايه؟ شو بيساوي برسنتج كربون؟ برسنتج كربون بيساوي 12x اوفر 14x بلس 2 تايمز 100 ايكوال 83.33 مال كروس مالتيبليكيشن. صار عندي 12 تايمز 100 1200 تايمز اكس ايكوال 14 اكس بلس 2 تايمز قد ايه؟ 83.33. مالنا اكسباند هلا اكس ايكوال 14 اكس تايمز هاي 83.33 تايمز 14 اكس بلس 2 تايمز قد ايه؟ 83.33. نعمل اكسباند، نعمل بنخلصها ايكوال 83.33 تايمز 14 بيساوي 2x بلس قد ايه؟ 2x. هاي فيها اكس بنجيبها لهون، صار عندي بيساوي قد ايه؟ 166.66. ناخذ اكس ان كومون، هيدي فيها بتصير 1200 ماينس قد ايه؟ 1166.6 ايكوال قد ايه؟ 166.66. قد ايه بيطلع هيدي؟ x times 33 point a day 38 equal a day 166.66. هلأ x صار بيساوي 166.66 over 33.38 approximately equal 5. الفورمولا عندي cx h 2x plus 2
شو بعمل هلا؟ شو بعمل؟ حط الاكس بقيمتها، صارت سي قد ايه؟ 5 اتش 2 اكس بلس 2. حط الاكس، يعني 2 تايمز 5 بلس 2 ايكوال 12 اتش 12. هيدا هو المولكيولار فورمولا. يعطيكم العافية.